هذه واحدة من أفخم القطع اللي موجودة باللوفر، واللي تعتبر واحدة من نفائس التاريخ الإنساني، وبصراحة يملأنا الفخر ونحن نتحدث عن مسلة حمورابي، اللوحة التشريعية الأولى بالتاريخ البشري، القطعة التي تؤشر وتؤرشف بأنه بلاد ما بين النهرين وحضارتنا العظيمة هي الحضارة الأولى التي اكتشفت أو نظمت القوانين ووضعت الأحكام والتشريعات الخاصة. قطعة تشعر كل عراقي بالفخر والاعتزاز بهذا المكان. طبعا مثل ما جاي يشاهدون الآن، يعني حضور السائحين من مختلف أنحاء العالم، ويقوم طبعا المرشد السياحي بإعطاء الشروحات لهذه المسلة. هذه القطعة طبعا مو فقط يهتم بها المهتمين بالحضارة أو بالثقافة، إنما حتى القانونيين وحتى من يعني يهتمون بالجوانب التشريعية يحاولون التعرف على أول قطعة أو من أوائل القطع الأثرية حول العالم التي كان بها تشريع أولي. هنا تتجلى عظمة وتاريخ وقيمة العراق. هنا نرفع رؤوسنا ونحن نتحدث بهذا المكان. يمكننا القول أنه العراق وأنه بلادنا العظيمة هي بلاد كان لها السبق في البدايات، ليس فقط على مستوى التشريع إنما على مستوى كل التفاصيل في داخل هذه القاعة وفي داخل هذا المتحف. بإمكانك أن تقول بأنه بلادنا عظيمة، وما نستلهمه من هذه القطع هو أنه العراق يحتاج إلى إعادة التحفيز وأيضا تنشيط المدن التي اكتشفت بها هذه اللوحات، وتنشيط السياحة الثقافية، وإعطاء بعد أوسع للجانب الثقافي بالنسبة للعراق، لأنه السائحين والمهتمين هنا يأتون إلى هذه القاعات ويأتون إلى هذه القطع لأجل الوقوف والتعرف، فما بالك إذا ما فتحنا سياحتنا الثقافية على مختلف أرجاء العالم لنريهم الأيادي التي صنعت هذه القطع العظيمة والأماكن التي وجدت بها هذه القطع العظيمة. أنت مجرد ما القطعة الآن موجودة بهذا المكان ربما تفتح خيالاً نحو أرض ما بين النهرين. لذلك نرفع رؤوسنا ونحن أمام مسلة حمورابي، القطعة الأندر بمتحف اللوفر في باريس.